النهارده عاوزين نفرح مدام دنيا من اسكندريه. مدام دنيا كان كل ما بتحمل بتجهد وبقى لها 10 سنين ما بتحملش، فالنهارده هي داخله معانا كده وهنفرحها ونشوف الفرحه بعد 10 سنين، بعد 15 مره اجهاض، بعد بطنه رحم مهاجره، بعد فشل حقن مجاري اكتر من مره، بعد ما استئصاله اورام اللي فيها وكان قالوا هيشيلها الرحم، بعد مثلا جوزها كان حيوانات منويه ضعيفه واختفت، بعد اكتر من 5-6 مرات يفتحوا الخصيه تطلع حيوانات منويه غير صالحه، وبعد كده المره دي تحمل. الاسباب مختلفه والفرحه مختلفة. نشوف النهاردة فرحة مدام دنيا من اسكندرية. عارفة عبد الحليم حافظ ما بيغني بيقول هي دي هي فرحة ايه؟ الدنيا. فرحينا يا دنيا. جبت اول ما اتجوزت جبت جنة عندها 10 سنين، حملت بعديها 9 مرات، عند شهر ونص ينزل عليا نزيف كده معرفش ايه، رحت للدكاترة كتير قالوا لي حالتك مرعبة، والتاني قال لي انا مش عارف عندك ايه، وخدت ابر التجلط دي وخدت يعني علاج ياما وما حصلش نصيب ومش بيحصل نصيب، لحد واحدة انا شغالة معاها يعني عرفتني بحضرتك وجابتني قلت لي عملية على طول. انا طلعت من عند حضرتك رحت للدكتور تاني، قال لي قلت له الدكتور يعني طالب مني اعمل عملية منظار، قال لي لا ما تعمليش، وفي حضرتك قلت لي يعني قرحة قيصرية من القيصرة اللي انا يعني لما ولدت فات رحمي. ايوه اه. فقال لي لا ما تعمليش، رحت صليت ركعتين فقمت قلت لازم هعملها، وبعدها بثلاث شهور عطتني عليه والمره دي جايه حمل. مبروك الحمد لله، الجزء بتاع المباركه تم. جزء علمي بقى نقول ان الفات الرحمي ليه علاقه لبعض السيدات بتاخر الحمل بالتاكيد، ليه علاقه لبعض السيدات بالاجهاض المتكرر بالتاكيد. الفات الرحمي ليه علاقة لبعض السيدات بالحمل خارج مكانه بس داخل الرحم في جرح النش ودخلها في مشاكل كتيرة جدا بالتأكيد. الفات الرحمي ليه علاقة لانفجار الرحم أثناء الحمل بالتأكيد. الفات الرحمي ليه علاقة بانفجار الرحم أثناء طلق ولادة بالتأكيد. الفات الرحمي ليه علاقة بالمشيمة اللي سابقة البيبي بالتأكيد. الفات الرحمي ليه علاقة بالمشيمة اللي تخترق جدار الرحم وتخترق جدار المثانة وتبقى أزمة رهيبة مفيش حد قدها ولا مستشفى قدها بالتأكيد. عشان كده كان لابد ان احنا نتعلم. فرحتينا يا دنيا، ودايما نقول ايه، في امل طالما ربنا موجود بيفضل في امل. مبروك. الله يبارك. مبروك الاسكندريه ليك حضرتك طبعا، ربنا الاول ثم حضرتك. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك.